سراب فيه تهت وعلى وجهي شظايا ندم فيه انتهيت. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. وداني بهدى وارعاني في حما. اسمع، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، الله. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. مفيش فايدة، هتفضل تجري شمال ويمين وشرق وغرب ولن تحصل من الدنيا إلا ما قدر الله لك. كنت في أمريكا وطلب مني إخواني في ولاية نيويورك أن أذهب معهم لأزور رجلا وسع الله عليه ورزقه تجارة واسعة، لكنه لا يصلي ولا يساهم مع إخواننا في المركز بأي دولار. فقالوا يا شيخ محمد يا ليت تأتي معنا لتذكر هذا الرجل بالله، لعل الله عز وجل أن يرقق قلبه بكلماتك. قلت يلا، فانصرفت معهم فدخلت عليه في تجارة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وذكرته بالله فما تذكر، وذكرته بكلام رسول الله فما تأثر، وذكرته بالآخرة فما تحرك قلبه. ولقيته بيقول لي يا شيخ محمد ما تتعبش نفسك. قلت له جزاك الله خير، ريحتني. طب كنت تقول لي من الأول. فلما الآن زعلت وغضبت وتألمت لا لشيء إلا لبعده هو عن الله جل وعلا، فقال لي ما تزعلش أوعدك. قلت خيرا إن شاء الله. قال أوعدك لما أرجع بلدي أبني مسجدا لله وأتفرغ فيه للطاعة وللعبادة. قلت جميل جميل، هاتي ورقة وقلما. قال لي خير. قلت ما تخافش، هاتي ورقة وقلما. قال وما تريد بهما؟ قلت أريد أن أكتب عقدا ليوقع عليه ملك الموت، حتى لا يأتيك ملك الموت إلا إذا عدت إلى بلدك وبنيت المسجد وتفرغت للعبادة والطاعة. فضحك وقال لي والله يا مولانا ده الدولار ده فتنة والدولار ده مصيبة، صدق بالله يا مولانا. قلت لا إله إلا الله. قال والله يا مولانا بتجيلي حالة صداع، أطلع الورقة 100 دولار أحطها على دماغي يطير الصداع في الحال. قلت له أنت عبد للدولار، الدولار إلهك الذي تعبده وقبلتك التي تتوجه إليها، وليس هذا الكلام من كيسي أنا بل هو كلام الصادق الذي لا أنطق عن الهوى. قال تعس عبد الدرهم، فجعل الدرهم إلها لهذا العبد العابد له. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تكش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيظل عابد الدنيا يجري شمالا وجنوبا وشرقا وغربا ولن يحصل أبدا من الدنيا إلا ما قدر الله له. لك عدت من سراب فيه تهت وعد.